راح فيكم مشاهدينا في برنامج ترانز وجولة سريعة، نرصد من خلالها أهم الأخبار المتداولة في مختلف صفحات التواصل الاجتماعي. المحطة الأولى مشاهدينا مع هذا الخبر المتداول بخصوص إعلان رئاسة الأركان العامة للجيش عن الانتهاء من اعتماد كشوف مكافآت صوف الأمامية لمنتسبيها من العسكريين والمنتدبين وإرسالها لديوان الخدمة المدنية تمهيدا طبعا لصرفها. نشوف معكم التغريدة مشاهدينا من حساب الجيش الكويتي. الجولات التفتيشية مشاهدينا اللي تقوم فيها وزارة التجارة والصناعة ممثلة بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك مستمرة في سوق الأسماك في شرق لرصد الأسعار والتأكد من مدى الالتزام بقرارات الوزارة وأيضا سلامة المنتجات. راح نشوف هذا الفيديو المتداول من حساب وزارة التجارة والصناعة في منصة تويتر. السلام عليكم، تاريخ اليوم 4/12/2022، جولة تفتيشية داخل سوق السمك، كشف على الأسعار وبلد المنشأ الأسماك المستوردة والمحلية. ومن حساب وزارة التجارة والصناعة راح نروح إلى المحطة القادمة اللي راح تكون مع حساب الهيئة العامة للمعلومات المدنية في تويتر، وإضافة ميزة جديدة لتطبيق هويتي التابع للهيئة واللي أعلن عنها معالي وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السيد مازن سعد الناهض، وهي ميزة بطاقة عافية الرقمية اللي فعلا تم إضافتها لتطبيق هويتي. نروح إلى حساب الهيئة العامة للشباب وفيديو عن الدعم الإعلامي اللي قامت فيه الهيئة في معرض الفرص الوظيفية والدراسية الخامس بالتعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. نشوف معكم تفاصيل حول هذا الخبر بالفيديو القادم. بدعم إعلامي من الهيئة العامة للشباب للمعرض الوظيفي في الهيئة العامة للتعليم التطبيق والتدريب، قمنا بمشاركة الشباب لبعض مشاريع الهيئة العامة للشباب، منها منصة إمكان ومنصة توظيف ومشروع صناع العمل والعديد من المشاريع الخاصة بالشباب الكويتي. نروح لحساب الهيئة العامة للبيئة ومشاركتها في الورشة التدريبية الثانية لتأهيل المدارس البيئية المستدامة بثانوية الجزائر لاستكمال تأهيلهم للحصول على العلم الأخضر وإدراجهم ضمن المدارس الدولية البيئية المستدامة في دولة الكويت. نشوف معكم.
عرفتنا ان شلون نسوي السماد الطبيعي. دخلنا الدور الحديثه يعني شيء اكثر من روعه. نحط اوراق. خبرنا التقني اليوم مشاهدينا هو عن خيار مهم الكل لازم يفعله لحماية الواتساب من الاختراق، خصوصا يعني بعد انتشار بعض التسريبات لكثير من الناس. ولتفاصيل أكثر وخطوة بخطوة نخليكم مع خبير الأمن السبراني الأستاذ محمد الرشيدي بهذا الفيديو المتداول في منصات التواصل الاجتماعي. انتشار اختراق الواتساب بالفترة الأخيرة في ميزة واحدة تفعلونها تحمي الواتساب من الاختراق، واتمنى تفعلونها لكبار السن. تابعوا معي الشرح. طريقة حماية الواتساب من الاختراق جدا سهلة، ندش على الواتساب، بعدين نضغط على الإعدادات، بعدين نضغط على الحساب، بعدين التحقق بخطوتين، بعدين نضغط على التشغيل. هني يطلب منا نحط باسورد من 6 أرقام، طبعا باسورد جديد، تحطون أي باسورد تعرفونه وما تنسونه طبعا، وتكررون الباسورد مرة ثانية. راح يطلب منكم إيميل، الإيميل هذا إذا نسيتوا الباسورد راح يدز لكم تذكير بالباسورد على الإيميل اللي أنتم حطيتوه، نضغط التالي ونعيد الإيميل مرة ثانية ونضغط تم. وبكذي انتم فعلتوا حمايه الواتساب من الاختراق. اتمنى اذا عندك كبير سن، ابوك امك اي احد كبير سن، تفعل له الخطوه هذه لانهم اكثر عرضه لاختراق الواتساب. وبكذي ان شاء الله كل اموركم راح تكون تمام. الرسم على الجدران غير أنه فن مجاني لخدمة العالم، أيضا يعتبر بمثابة تعليم للشباب التاريخ والتراث، مثل اللي راح نشوفها بلوحات الفنان العراقي فارس بيباني اللي سخر موهبته على هذا الأساس بمقطع فيديو متداول في حسابات تويتر. نشوف معكم. ومن بعد هذا المقطع الجميل نكون وصلنا معكم لختام جولة اليوم. نترككم بحفظ الله ورعايته ومع السلامة.